سيدة حوار العمر القصير من عائلة الـ LBCI إلى عائلات الإعلام العربي، هذه هي جيزال خوري. هل دمعتك صارت سخية أكثر مع الوقت؟ ونحن اليوم نبكيها، نبكي جيزال خوري التي قاومت المرض بشجاعة نادرة حتى آخر رمق، ولم تستسلم لوجعها، وإنما ضاعفت من عطائها الفكري والإعلامي والإنساني لدرجة أذهلت عارفيها. صبية جامعية بدأت مذيعة عبر إذاعة لبنان الحر العام 1980، وحين أراد بشير الجميل تأسيس المؤسسة اللبنانية للإرسال، كانت جيزال خوري في أول القائمة قبل أن تبعدها السياسة والحياة العائلية، لتعود مع الانطلاقة الفعلية للمحطة العام 85 مع فريق أسبوعيات متصدية لملفات كانت محرمة آنذاك. حوار عمرها لم يكن وردياً، فالموت ترصده، اختطف باكراً والدها ثم شقيقها فزوجها الشهيد سمير قصير، وظلت صابرة صامدة. نحن في حالة حرب، والمحارب إذا مثل ما بيقول المثل إذا تقدم سيموت، وإذا رجع سيموت، فالأفضل أن نتقدم وأن نمشي. هي المتميزة في حياتها منذ الولادة بعينين لوناهما مختلف، هي المبتسمة الدائمة والشغوفة بالمستقبل، رغم حبها للتاريخ الذي درسته إلى جانب الإعلام، للأدب الذي ورثته عن والدها، هي المناضلة والمكافحة على طريقتها. من أبرز برامجها المميزون، لقاءات القاهرة، اليوم الثامن، ولكل حادث حديث. حوار العمر برنامج جديد بتشوفوه على LBC كل أحد الساعة 9:30. إلى رحاب الفضاء المحلي والعربي أطلقها برنامج حوار العمر عبر LBCI، أبرز البرامج الثقافية في حينه، استضافت فيه الكبار بأسلوب السهل الممتنع بصوت دافئ كالنسيم. سعيد عقل، كبيرنا يجسد في اللاوعي اللبناني ارتباط حيوي بما هو جميل وعظيم في بلادنا. مساء الخير أستاذ سعيد. شكراً. ومنهم من كان يعتبر نفسه غريباً أو بعيداً عن المحطة فأقنعته بالمشاركة. حرصت جيزال خوري على أن تكون إعلامية خارج المألوف، نخبوية في كلامها وضيوفها، ببساطة إطلالتها ورقي ابتسامتها. خرجت من المشهد اللبناني إلى مدى أوسع، إلى مشهد عربي. عملت لإحدى عشرة سنة في قناة العربية، قابلت رؤساء وقادة وزعماء على مستوى العالم العربي والعالم. لسبع سنوات قاربت المشهد العربي عبر قناة BBC، لتعود إلى الخليج عبر سكاي نيوز عربية العام 2020 في برنامج مع جيزال. لا تعرف التملق والخبث والمهادنة، واضحة صريحة وشفافة بتقنيتها الحوارية وأدائها، خلقت وعياً وجودياً للصدق والحق. هي المؤمنة بحرية التعبير والعدالة في السياسة والإعلام، ناضلت وأسست بعد استشهاد زوجها العام 2005 مؤسسة سكايز عيون سمير قصير للدفاع عن حرية الصحافة، وهي التي كتبت أن الحرية تخيف المجرم لأنها تكشف الحقيقة، والطاغية يخشاها لأنها تخطعه للمحاسبة. كيف يمكن مع هذه الطاقات أن يكون العالم العربي في هذه الحال؟ أسأل نفسي، ولكني في العمق أعرف الجواب. إن دولنا تقتل أولادها لأنها تخاف الحرية. لسنتين ونصف قاومت المرض الخبيث وحرصت ألا يشعر أحد بذلك، إلى أن غلبها عن 62 سنة. لها من زواجها الأول بالدكتور إلي خوري ولدان مروان ورنا، بعد 18 سنة من فراق في الجسد فقط عن زوجها وحبيب عمرها سمير قصير، تلتقيه جيزال في العلياء، وأعينهما من فوق على لبنان وفلسطين، مع أمل بربيع غير قصير يكتمل هذه المرة ويطول
كل العمر. بتخافي من بكرة؟ عغيري أكتر. أنا شايفة إنه العالم كتير بشع وعم بيصير أبشع، خايفة على الأولاد اللي عم نجيبهم وبأي عالم بدهم يعيشوا، مش عارفة.